صباح الخير عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة. حلقة النهاردة هتتكلم عن الديكور، هيكون معنا فيها القسم التصميمي والقسم التنفيذي، ولأن أهم حاجة في الشقة أو في الوحدة اللي أي عميل بينفذها إنها تكون متناغمة، مش بس مجرد بنود بتتنفذ. عشان كده هيكون معنا النهاردة مهندس محمد فايد، مسؤول التصميم الداخلي والديكور، والمحاضر لشركة كرياتيف جروب. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ، نورتنا النهارده. بنورك، ربنا يخليك، واهلا بالساده المشاهدين. بما ان حضرتك ماسك الجزء الابداعي، يعني رؤيه الشيء اللي مش موجود وبتبتدي انت تحول الحلم الحقيقه عن طريق تصميم حضرتك بتنفذه، فعايزاك تكلمني تقولي يعني ايه التصميم الداخلي نفسه ومفهوم الديكور. اولا يمكن مفهوم التصميم الداخلي والديكور، او يعني فكره الديكور عند المعظم مننا طبعا، هي مرتبطه اكيد باختيارات عندي بالنسبه لمساحه معينه في حته الالوان او في تفاصيل الفرش او في تفاصيل الاكسسوارات بشكل شويه ممكن يكون النهارده في نقطه عامه يعني عندي على جميع المساحه. ولكن احنا يمكن شويه عندنا الموضوع مختلف، او يمكن المفهوم الصحيح للمجال او البيزنس بتاعنا ان احنا عندنا الاول دراسه المساحه نفسها ودراسه احتياجات العميل، ان احنا نحاول ازاي نوفرها له في افضل شكل ممكن. يمكن احنا شويه دايما كده بنحاول ان احنا نوصلها ان الموضوع اكتر من مجرد ان هي استخدام لالوان بشكل متناغم او توزيع لقطع فرش او اختيارات الاكسسوارات، ولكن احنا الاول دراسه المساحه اللي احنا بنتعامل معاها، ونعرف عدد الافراد المقيمين، طبيعه المساحه اللي احنا بنشتغل يعني عليها. يعني بتدرس العميل بالظبط كده، بيكون خلاص انت بتدرس حياته، وبناء عليه بتقدر تلبي احتياجاته من خلال الانفورميشن اللي بيوضحها لك العميل. بالظبط بالظبط، يمكن هو النيد الاساسي بتاعي في الشغل، او من خلال طبعا الاحتياج بتاع العميل، هي الحاجه اللي هي الميل اللي عندي اللي المفروض تتوظف عندي في التصميم بشكل مثالي. اشهر مشكله بالنسبه للعملاء دايما ان هم عايزين يشوفوا المساحات بتاعتهم بشكل مختلف، مش في تفاصيل الديكور بس، ولكن حتى في الاحتياجات او في الاستخدامات، في توزيعات الغرف عندي، في تقسيمات معينه داخل المساحه. بتعمل ايه لو المساحه ضيقه ومهدره مثلا بسبب وجود عواميد، او بسبب ان رسمه الشقه نفسها متوزعه؟ ده بيبقى طبعا خلاص يعني امر قائم. تقدر تتعامل مع ده ازاي؟ والله هو الموضوع عندنا يمكن شويه ليميتد، يعني طبعا حسب تفاصيل المساحه اللي احنا بنتعامل معاها. يعني لو طبعا بنشوف الاول المساحه بالنسبه للعميل النهارده كاحتياجاته، سواء سكني او تجاري او الكلام ده كله. فكره العوائق عامه عندنا اللي احنا بنسميها العوائق الانشائيه في التصميم، الخاصه بعواميد او كمر او الحاجات دي كلها، ده طبعا بنبتدي ان احنا نحلها بشكل ديكوري او تصميمي. ان انا النهارده احاول اخفي العوائق البصريه دي شويه. فكره المساحات الصغيره برضو يمكن فعلا دي اشهر حاجه بتقابلنا اصلا كمان في الماركت المصري، يعني ان المساحات دايما بتكون في شكل صغير او مقيد، والعميل نفسه انه يشوف المساحه بشكل اوسع. فطبعا لنا اليات فيها في التعامل معها، في اوامر معينه خاصه بالتصميم، وفي النهايه اظهار المساحه، يعني ده يمكن يعتبر الهدف الرئيسي من المشروع. فكره ان انا ازاي ابرز له المساحه بتاعته بشكل مقبول، وفي نفس الوقت يكون شاف الاحتياجات بتاعته اللي هو فعلا كان طالبها اتحققت لواقع فعلي، مش مجرد كلام. يعني العميل دلوقتي في السوق بقى على كميه من الوعي انه ازاي النهارده يشوف احتياجاته كلها ملباه داخل المساحه، مش مجرد مع احترامي شغل تشطيب تقليدي او كاشكال ثابته. بالظبط، وده هيخلينا يعني نسال انا ايه وظيفه مهندس الديكور؟ ليه اجيب؟ يعني دايما معظم العمال يقول لك انا دلوقتي مثلا هجيب مهندس ديكور هياخد مني مبلغ وقدره، طب ما انا اشطب انا بند بقى مع نفسي كده وهطلعها تمام يعني. والله وللاسف الشديد السيناريو اللي حضرتك بتحكيه دوت هو للاسف واقع فعلي، يعني ناس كتير جدا فعلا بتتجه لنفس النظريه، ولكن بيحصل معاهم مشاكل كتير جدا بعد كده، ويمكن حوالي تقريبا نسبه كبيره منها بترجع لنا احنا كمان. يعني بيكون ظهر معاهم مشاكل فعلا بعد التنفيذ، ان هم مشوا لوحدهم دون توجيه، لانه دون برضو مهما كان عمره ما هيقدر يوزع المساحه غير مثلا اللي بيوزعها بالسنتيمتر على برنامج. اكيد اكيد، يعني هو مش هيكون ليه الرؤيه دي بالظبط، ايا كانت الاليه نفسها في الشغل، ولكن الرؤيه بتاعتنا احنا نفسها في المساحه. يعني انا النهارده لما بتكلم بالنسبه لتفاصيل البروجكت اللي انا بشتغل عليه مع العميل، لازم النهارده الاول اوصل له انا يعني الحاجه اللي انا بحاول احققها لك ازاي، بقدم له اكتر من بلان. صح، وبتقدر كمان عن طريقك ان انت يعني تديله اكتر من اوبشن واكتر من سجست ان انت أكيد يختار. كده بالظبط، يمكن حتى احنا دايما بنحاول نوصفها شويه في الشغل، ان العميل النهارده في فرق ما بين متطلبات وفي فرق ما بين اوامر في الشغل. يعني المتطلبات دي طبعا اكيد الحاجه اللي انا باخدها منه بشكل عام، بشكل بحاول احولها ممكن يبان ان هو النهارده ككلام شويه كروكي،
تمام، غير المتطلبات اللي ممكن النهارده بسبب رؤيته شويه اللي ما تكونش النهارده قايمه على باك جراوند محدد بالنسبه لتفاصيل الشغل بتاعنا، فانا النهارده مهمتي ان انا اوجهه. يعني احنا مهمتنا توجيه العميل، مش مجرد ان انا سوري اوافق على اراء ممكن تكون النهارده مش دور مناسبة. المساحه او مش مناسبه، وفي نفس الوقت النهارده يكون حس فعلا انه استعان بحد متخصص، وده الغرض الرئيسي بتاعنا. يعني ام كونسبت ايه اللي بيميزها عن اي شركه ديكور، وخصوصا انهم بقوا كتير جدا جدا في المجال ده؟ جميل. هو يعني احنا الحمد لله طبعا احنا اولا بقالنا في الماركت حوالي تقريبا 14 سنه تقريبا. كان ابتدينا الاول بتجاره او ببزنس الفرنتشر، وبعد كده تخصصنا في مجال التصميم الداخلي والتشطيبات المعماريه. مقرنا طبعا كان الاساسي في الغربيه طنطا، تمام، ده الهوم تاون بتاعنا يعني. بعد كده احنا دلوقتي حاليا فتحنا مقر في اسكندريه، وان شاء الله في مقر عن قريب هيتفتح في القاهره. احنا طبعا اولا احنا كيان يعني لسه بنستارت، احنا كيان صغير جدا مش حاجه كبيره قوي. ان شاء الله هدفنا او التارجت بتاعنا ان احنا بحلول 2020 نكون ثبتنا الفروع بتاعتنا. يمكن انا هختصر بس النقطه بتاعه الشغل بتاعنا، ان احنا لنا توجهات وافكار مختلفه شويه عن اللي موجود تقليدي في السوق. يعني اهمهم هي فكره دراسه العميل او دراسه المساحه اللي احنا بنحط ليها اكتر من بلان الاول. بدي العميل الاول تصورات يعني من خلال بلانات تصميم ك2 دي، وبعد كده 3 دي ببتدي النهارده ان انا اوري له رؤيتي اللي انا ممكن احققها له في المساحه. اللي بيميز ام كونسبت كمان شويه فكره ان احنا عندنا ستاف او تيم خاص بيه حته الديزايننج وحته التنفيذ، الحمد لله يعني يعتبر بتكملوا إيه؟ بعض بالظبط. يعني احنا عندنا حته التخصص شويه، مش اي حد النهارده ممكن يخش في اي سيكشن مش بتاعه ده. ويمكن كمان عشان انتوا كان عندكم خبره سابقه في مجال الفرنتشر، فده يعني عمل معاكوا اكيد طبعا طبعا خلاص. من خلال الاحتكاك بالماركت نفسه ومعرفه التوجه العام في السوق، العملاء عامه بيفكروا ازاي. الفرنتشر بتاعكم مستورد ولا لا؟ لا احنا كله تصنيع مصري 100%، يعني مصانعنا كلها مصريه في اماكن متفرقه طبعا من الجمهوريه. يمكن بنعتمد شويه بس على الكواليتي بتاع الفابريكس الاقمشه في حته الحاجات المستورده، نظرا لان الكواليتي بتاعها ممكن يكون عالي شويه. طب بما انك بقى في مجال الفرنتشر، فخلينا ناخد منك معلومه كده صغيره نفيد بيها المشاهدين. لما اجي اشتري فرنتشر اعمل ايه؟ والله هي ديت هنرجعها لحته التصميم الداخلي او الشغل بقى بتاعنا اللي هو الاساسي او الديكور. برضو يعني ككونسبت خاطئ عند معظم الناس ان احنا دايما عندنا لما نيجي نفكر في الفرش، يبقى انا النهارده مطالب عندي في الفرش دوت بان انا بوظف اطقم كامله. يعني ممكن النهارده سي مثلا لو طقم انتري بحطه في غرفه ليفنج، لازم كنبه 3 والكنبه 2 و2 فوتيه ومعاهم الترابيزه. الحاجات دي شويه بتسبب لي خلل في الشكل، بتسبب لي ضيق للمساحه، وطبعا ده عكس اصلا وظيفتنا او توجهنا. فكره ان احنا دايما بنتعامل مع الفرش على انه عنصر من ضمن عناصر في التصميم وليس هو كل التصميم. يعني انا افصله على احتياج المكان ده طبعا. بنيجي بعد كده بقى بنشوف المساحه بتاعتنا احنا محتاجين فيها ايه. والله محتاج قطعه قطعتين. بنبتدي النهارده طبعا بنشتغل على المساحات او السكيل اللي موجود عندي في المساحه. فكره طبعا اكيد برضو اختيار النمط مهم جدا، يعني من الحاجات اللي انا شخصيا بحاربها. يعني ممكن يكون تفاصيل المكان كتشطيب حاجه مودرن قوي، وانا احط كلاسيك، وانا احط صالون مذهب بقيمه اللي هو طبعا يعني ايه الشكل يكون صعب جدا. تمام، حاجات فعلا اللي احنا بنواجهها بشكل كبير. انا حتى يعني كان في بدايتنا في شغل الموبيليا، بس طبعا الموضوع كان لا، واهم حاجه العميل يجي يخبط على الخشب كده. طبعا لازم يتاكد خشب يعني لو خبط على الخشب كده خلاص. لا لا لا، الخشب على فكره طبعا هي نقطه مهمه جدا. يعني اللي بيميز اصلا فكره التصنيع المصري في حته الفرنتشر هو فكره الكواليتي او الماتيريال. طب ازاي بقى اعرف ان الخشب ده حلو؟ والله هو مش فكره ان احنا نعرف، يعني هي فكره ان هي اكيد الموضوع بيبقى اكيد له جانب من الاكسبيرينس. يعني خبرة. دلوقتي العميل بيحضر معاك مراحل التصنيع، ممكن مثلا عميل يقول لك انا عايز اشوف الحاجه وهي خشب. لا لا طبعا ده اكيد، ده دي من الحاجات اللي انا يمكن بشترطها معاه في التعاقد. يعني درءا طبعا لفكره او تحقيق لمبدا الشفافيه طبعا في التعامل، بدل ما اشوفها في الشكل. لا لا طبعا، ده الحاجات اللي انا شخصيا يمكن دايما بوظفها حتى من خلال شغلي مع التيم اللي موجود معايا، ان من اهم الحاجات ان العميل يكون متابع كل مراحل التنفيذ، سواء كان في تصميم او في تشطيب او حتى من اول يعني اول بنود التاسيس لحد الاكسسوارز. ده شق التشطيب بالظبط كده. يعني احنا طبعا اصلا المكتب عندنا احنا بنمسك الوحدات كلها بدايه من ان انا لو مستلمها من على الانشائي من على الطوب وبسلمها بالفرنتشر والاكسسوارز كامله، يعني دي الخدمات بتاعتنا. طبعا العميل بيكون شريكي في المشروع طول فتراته، مش النهارده ان حضرتك مثلا عندك وحده وبقول لحضرتك والله الوحده دي مثلا ممكن تكون ان هي هتقعد فتره شهر
تمام. احنا ما بنتقابلش غير بعد الشهر ده، لا طبعا بتبقى بتكون معايا بصوره step مستمره، step. حتى لو في يعني عملاء كتير بنتعامل معاهم خارج مصر على فكره. تمام، فطبعا حتى لو على الاقل من خلال التواصل من خلال برامج السوشيال يعني لازم يكون متابع معايا كل مرحله في المشروع. الاسعار ودي اهم طبعا نقطه، الاسعار 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 تمام. اسعار الناس بتشتكي من موضوع الاسعار. هو الاسعار على فكره من النقط الجميله جدا اللي احنا ممكن نهندلها، يعني احنا يمكن في نظام او يعني سيستم احنا بنتعامل فيه شويه في الشغل، ممكن نكون برضو من الحاجات اللي بتميزنا شويه، ان انا يمكن ايه في اكتر من بلان، وفي بلان منهم ان انا النهارده بوصل للعميل انت الباكج بتاعك ممكن يكون قد ايه. والله انا الباكج بتاعي 5 قروش. ما هو السؤال ده محرج، الباكج بتاعك ده هو فعلا انا عايز محرج. بص المصريين عايز اوضب احلى حاجه ويعني يا ريت ما ادفعش. بالظبط كده، احنا عنينا ليهم ما عندناش اي مشكله. لا هي فكره طبعا تحديد الباكج، ان دي نقطه بتساعد عملاء كتير جدا، يعني حتى في لما لو رجعنا حضرتك لبدايه الكلام، ناس كتير بتبقى متخوفه ان احنا اسعارنا عاليه قوي وان احنا النهارده بناخد ارقام خياليه، طبعا كل الكلام ده كلام مش صحيح. بيبقى في تساهل في التعامل. في طبعا اكيد في اكتر من بلان انا بقدمها قدام العميل اللي يناسبه. تمام، فكره برضه هو اللي بيحدد بنفسه المستويات اللي هو عايز يشتغل فيها. تمام، حسب طبعا مقدرته يعني احنا. بس لو مثلا هو حاطط باكج قليل وانت شايف ان ده ممكن ياثر على الجوده مثلا بتاعه الحاجه، اكيد هتنصحه وهتقول له اكيد لا. في طبعا اكيد لنا ليميت، يعني حتى لو انا بديله نظام الباكج مش هينفع ده ان انا بقول له ان انت النهارده قدام حضرتك لو معاك تكلفه معينه نقدر نوظفها، انا طبعا ايه لو التكلفه دي بعمل لها دراسه الاول واشوف هل هي هتناسب المشروع بتاعي أو لا. لو لقيتها طبعا هتاثر عليه بالسلب، فاكيد طبعا لازم بلفت نظره من الحته دي يعني ده اكيد. طب عايزين بقى نشوف صور معانا كده لشغلكم، هيعرضوها معانا على الشاشه دلوقتي. صور الخاصه بمهندس محمد فايد. خلينا طيب لحد ما يعرضوا الصور، انت كمان معانا اول صوره. كلمنا على الصوره دي ايه؟ دي حضرتك ده كان دوبلكس كنا بننفذه في بسيون، يعني مدينة بسيون تبع محافظة الغربية عندنا. بس ما شاء الله دوبلكس الستايل مودرن خالص. ده ستايل، لا هو ده يمكن بنسميه بقى شوية وده هنتكلم فيه أكيد. ده حاجة اسمه ستايل اندستريال، تصميم صناعي. تمام، ده برضو كده ده حاجة، لا دي حاجة شوية كده كانت كلاسيك، ده تصميم كنا عاملينه الوحدة. تمام، الصورة اللي بعدها ده باقي المساحة، بس ده أبيض. ده باقي المساحة طبعا، ده اللوجو بتاع المكتب. ده برضو صالة استقبال ريسبشن في جيم عاملينه في جسر السويس في عين شمس، جيم اسمه بي هالك. ده برضو اخترنا له التصميم الاندستريال طبعا برضو من يعني الحمد لله من اهم الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها ان الموضوع مش تصميم بس، لا ده احنا بنعرف الاول المساحة دي يعني فكرة التصميم الاندستريال في الـ في الـ في طبيعه انه مساحه جيم او كده، فبتكون طبعا حاجه ان هي كفعاله. ده تبع الدوبلكس برضو اللي هي الفيلا اللي في باسيون. تمام، نفس التصميم. ده وحده كنا اشتغلنا عليها في اكتوبر، حدائق اكتوبر، كومباوند الحي الاسباني. دي كانت وحده برضو كنا اشتغلنا عليها هناك. ده لوك كونتمبرري، لوك معاصر. تمام، برضو فكره الماتيريالز اللي فيها شويه بتبقى حاجه مختلفه عن نطاق يعني الحاجات التقليديه سوري او الحاجات اللي هي الثابته ورقحات او كده. أيوة، ده تابع برضو الوحده. ده مساحه الليفنج فيها، ده طبعا كان تجاليد خشب عندي خلفيه. حلوه قوي دي، الأطفال. عجباني قوي دي. تمام، فكره الاشكال الهندسيه او الجيومتريك برضو بقت اتجاه يعني كبير جدا في ايه الترندات الحديثه في الديكور دلوقتي؟ هو الترندات الحديثه في الديكور اولا هو موضوع متجدد بصفه مستمره، يعني هو يمكن مش ملوش ليميت معين. برضو من ضمن المفاهيم المغلوطه شويه عند ناس كتير على ارض الواقع او في السوق فكره ان نطاق التصميمات ما بتخرجش خارج المودرن والكلاسيك. معانا بص برضه في ده برضه ده تبع صاله الاستقبال في الجيم، ده كان الديزاين، ده كان التصميم نفسه. تمام، دي وحده سكنيه في اسكندريه في سيوف، منطقه كارفور. ده الورشه ده ايه، رخام؟ ده لا ده حاجه كده زي ماتيريال افكت كده بالظبط. ده إيه؟ عندنا برضو تبع الدوبلكس بتاع باسيون، بس دول دورين تانيين، كانت حاجه برضو واخده طبعا النو كلاسيك. ده حلو. دي وحده في كفر الشيخ كنا عملنا لها تصميم برضو او ديزايننج. ده لمساحه ريسبشن واستقبال. تمام، فكره طبعا زي ما بقول لحضرتك الترندات، يعني موضوع ان الاسلوب المتعارف عليه في السوق هو فكره المودرن وكلاسيك. مودرن عامه عندنا في الوان معينه، الوان بلاستيك ساده مط، تفاصيل بالفرنتشر اللي هي التقليديه شويه او اللي هي الثابته. الكلاسيك شغل بانوهات، جبس بلدي، عندي ورق حائط، ماربل. ولكن يمكن الحاجات الجديده
او مش يمكن الجديده بمعنى ان هي ظهرت حديثه، لا ده بقى لها فتره. فكره ان في حاجه اسمها انماط او طرز مختلفه في التصميم، يمكن احنا بنتعامل مع اكتر من حاجه و20 نمط تحت مسميات كتير مختلفه. برضو دي من الحاجات او الاوبشنز اللي احنا بنحاول نقدمها للعملاء، نديهم تصورات ورؤيه جديده للمساحات خارج نطاق فكره المودرن والكلاسيك بالمفهوم بتاعنا التقليدي، وحسب برضو طبيعه المشروع اللي احنا بنتعامل معاه يعني. طيب بما ان حضرتك محاضر شركه كرييتيف جروب، تمام، اصلا لما اتكلمت مع مهندس محمد قبل اللقاء انا تقريبا حسيت ان هو تنميه بشريه قدر يقنعني مقنع متعود بالظبط. فخلينا نعرف ازاي انت استفدت من مهنه الديكور او الانتيريور ديزاين ان انت تخليه مش بس مجرد شغل تنفيذي، لا ممكن اطوره واخليه شغل اتعلم منه. اولا طبعا انا بشتغل طبعا او موجود كمحاضر في شركه كرييتيف جروب او كرييتيف كورسز، طبعا من الكيانات الكبيره للتدريب الهندسي اللي موجوده على مستوى مصر، وطبعا اللي انا بتشرف بوجودي معاها. يعني شركه كرييتيف كانت ثقافتها في طرح المجالات المختلفه. على فكره هو المجال مش يعني الشركه نفسها يعني مش نقطه تدريب هندسي بالظبط، ده مجالات مختلفه كتير جدا. بالظبط يمكن هي بالظبط كده دخلت عليها. يمكن السبب الرئيسي اللي خلاني ان انا شخصيا يعني اكون متواجد معاهم بدايه من الشغل وشغلي معاهم كمحاضر، ان هم عندهم مسج شويه قريبه من اللي انا دايما بفكر فيه، وده طبعا راجع للبشمهندس اسلام خالد الاونر بتاع الشركه، حد طبعا يعني ما شاء الله هما بيفكروا راجل بالظبط كده، دايما بيفكر في ايه هي الحاجه اللي يساعد بيها الناس او ان الناس تقدر توصل للتارجت او للكارير بتاعها، وده طبعا اللي احنا بنوصله. لو بتكلم طبعا في الحته بتاعت انا شخصيا، يمكن المجال مفتوح للكفه، ناس كتير نفسها تشتغل في التصميم والديكور بس مش مهندسين للاسف الشديد. طبعا ما بيكونش خارجين دراسات اكاديميك او يعني فنون جميله مثلا، فنون جميله قسم ديكور او هندسه قسم عماره او فنون تطبيقيه او الكلام ده كله. احنا طبعا بنحاول شويه ان احنا نوصل لهم الموضوع بشكل ان مش شرط خالص ان حضرتك لازم تكون دارس، وان كان اصلا كمان ان يمكن الشريحه الاكبر اللي اشتغلت معاها بالمناسبه ككورسات او المتدربين اللي اشتغلوا معايا هم اصلا خريجين هندسه قسم عماره وفنون جميله قسم ديكور. ورغم كده بيجي يعتبر يعني بالزبط. بص المشكله عندنا المنهج الاكاديمي شويه، الناس كلها بتركنه اكيد اكيد وبترجع تاخد منهج لا، وحتى مش عركنا كمان سوري، لا هو ان الدراسه مختلفه تماما عن الواقع العملي، خصوصا كمان في مجال وفي كارير بتاعنا زي ده. المجال او الكارير بتاعنا ده مرتبط اكتر بفكره الكرياتيفيتي او الانوفيت، هي حاجه طباع شخصيه بطلع الحلو اللي جواه بالظبط كده، نقطه الابداع والابتكار، مش بتعامل مع نصوص وقواعد ومعادلات حسابيه لا خالص. يعني احنا الموضوع عندنا شويه مرتبط باشخاص اكتر منه منهج تعليم. فطبعا احنا طبعا بنشتغل معاهم ان ازاي تقدر تطور من نفسك، ايه هي السبل والاسس الهندسيه اكيد اللي انت مفروض تتعامل بيها، موضوع البراكتس من اول الشغل المانيوال، انك ازاي ترسم بلان لوحده لحد تقدر تخرج تصميم بشكل 3D او فيجوال وتنفذه طبعا على ارض الواقع. حتى يمكن انا الجزء الخاص بي انا في الشركه ان انا يعني محاضر التصميم ومحاضر التشطيبات المعماريه كمان واوامر التنفيذ، تقدر ازاي تخش تشطب اي وحده يعني. والله انا مبسوطه جدا جدا باللقاء مع حضرتك والمعلومات الحلوه اللي احنا استفدناها. واي حد تكون لو في جزء بسيط طبعا يعني قدرنا نقدمه للمشاهدين يعني كاستفاده ليهم ان شاء الله. لا ان شاء الله كمان هيكون في حلقات تانية هننزل لايف بقى من المواقع ونشوف المواضيع دي بتتم ازاي. هنخرج فاصل ونرجع مع الجزء التنفيذي من شركه ام كونسبت. بشكر حضرتك جدا، واي حد حابب يتواصل مع مهندس محمد فايد هتلاقوا الارقام ووسائل التواصل نازله على الشاشه تحت. هنخرج فاصل ونرجع لكم مع الجزء التنفيذي لام كونسبت. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهيكون معانا الجزء التنفيذي لشركه ام كونسبت، هيكون معانا مهندس احمد سالم والشهير باحمد تيتو. مظبوط. هيكلمنا عن الجزء التنفيذي لشركه ام كونسبت، وخصوصا ام كونسبت اليكس. ام كونسبت اليكس ان شاء الله يعني احنا بنفتتحوه كده باذن الله على 2020 باذن الله نكون احنا خلصنا المكان. طيب خلينا ندي الاول نبذه كده عن موضوع الدهانات. الصينيون كان اول ناس، او الصينيين عذرا في الخطا اللغوي، الصينيين كانوا اول ناس اكتشفوا الدهانات، والكلام ده كان سنه 2000 قبل الميلاد لما اخترعوا الدهان الشفاف او بما يسمى اللاكر تقريبا. لما اخترعوه من اوعيه بتاعه النباتات، وبعد كده جه المصريون القدماء طوروا علم التلوين سنه 1500 قبل الميلاد، واخترعوا الالوان من دهن الحيوانات وابتدوا يلونوا بيها الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها عن المعادن.
وهي ديت فعلا يعني اللي هي الدهانات اللي هو بيستخدمها التوكيل في تلوين ال يعني مثلا يعني اي دهن يعني اي لون بيبقى ليه رقم وبيبقى ليه اسم. تمام تمام فهي الدهانات الشفافه ديت اللي بيستخدموها في تلوين الدهانات. طيب خليني اعرف من حضرتك، وبما انك بقى اشهر حد في اسكندريه في موضوع الدهانات، خليني اعرف مراحل الدهان من اول المحاره لحد التشطيب، وخصوصا يمكن دي اكتر حاجه بتهم العملاء، انه للاسف معظمهم مبقاش عندهم خلفيه كفايه، فيعيني بيقعوا بقى في صنايعيه، يمكن دي اكتر حاجه بتعقد الناس او بتدي سمعه سيئه عن الفنانين اللي في المهنه. تمام. احنا اول حاجه طبعا يعني احنا قبل ما بنبدا طبعا في يعني في مراحل الدهانات وكده، تمام، اول حاجه بنشيك على المحاره في الشقه كلها الاول، بنشوف المحاره ديت مثلا ضعيفه الاول، تمام، او هي كويسه، لان طبعا مش يعني مش كل الناس طبعا بتشطب المحاره بواج وعطار. في طبعا اللي هو التشطيب اللي هو تجاري والكلام دوت اللي موجود دلوقتي حاليا. تمام تمام. فطبعا في معظم الشغل اللي احنا اشتغلنا فيها الفتره اللي فاتت، يعني كان في معظم المحاره بتكون مطبله، يا اما المحاره ضعيفه يا اما الرمله فيها يعني كتير فما بتبقاش مظبوطه. فانا اول حاجه بشيك على المحاره كلها، بشوف الاماكن المطبله عندي ايه، تمام، اقدر ان انا ازاي ان انا اعالجها. يعني ايه مطبله؟ مطبله يعني اللي هي المحاره فاصله عن يعني عن الخرسانه. المحاره يعني بتكون يعني فاصله عن الخرسانه او فيها مثلا شروخ مثلا في ال، ده بيسبب ان بعد كده الدهان بيشقق مثلا؟ الدهان بيشقق يعني مثلا يعني اوريدي كمان يعني بيقع كمان الدهان. الدهان بالمحاره كده. تمام. فانا اول حاجه بشيك على الاماكن المطبله الاول عندي، تمام، وبعد كده ابدا ان انا اعالج. لو المحاره كويسه عندي بوهج واوتار ببدا ان انا اشتغل مراحل الدهانات على طول. تمام. اول حاجه طبعا يعني بيتم طبعا تنظيف الحوض كويس جدا. وبيتم دهان وش سيلر مثلا، في عندنا يعني شركات كويسه جدا في جوتن اللي هو في الماستيك وفي كبسي. تمام. ببدا ان انا يعني ان انا ادهن اول حاجه سيلر عشان ابدا اعزل الاتربه والكلام ده كله. بعد كده ببدا ان انا اسحب المعجون بتاعنا على طول. تمام. بعد كده بنبدا ان احنا نشتغل طبعا معجون على حسب المكان اللي هو الموجود. طب افرض انت مستلم الشقه معجون. لو انا مستلم الشقه معجون دي ليها طبعا يعني طرق تانيه غير ان انا ما بشتغل على المحاره. بتعمل ايه بقى؟ طبعا يعني عشان كلمتني على المحاره فانا ايه برضه انا بقول لحضرتك الجزء كله في المحاره. تمام. تمام. لو انا استلمتها اصلا يعني هي اوريدي اصلا فيها المعجون، يعني احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنصنفر الحوض كلها يعني بالكامل. تاني بتعيد. يعني احنا بنصنفرها كلها بالكامل، وبعد كده بندي برضه وش سيلر، اعزل التراب بتاع الصنفره، وبعد كده يعني بعد ما بندي وش سيلر بنبدا نسحب اللي هو المعجون بتاعنا. نشتغل سكنتين او ثلاثه او يعني مثلا على حسب حاله الحوض اللي قدامي. تمام. طب هل مثلا الصنفره مثلا ممكن حد لو صنفر زياده ده يبقى فيه ضرر او حاجه؟ يا اقول لحضرتك على حاجه، هو دلوقتي انا بصنفر على حسب حاله يعني اللي هو المعجون اللي قدامي. تمام. صح. مثلا لو هو المعجون طبعا بس يعني انت كنت قلت لي جوه في الكنترول ان انا لو صنفرت زياده حته تبقى مخربشه، صح؟ لا اقول لحضرتك على حاجه، هو يعني هو دلوقتي انا اصلا بصنفر على حسب اللي هو المعجون اللي قدامي. تمام. في معجون محتاج صنفره مثلا خشنه مثلا 120 اللي هي يعني مثلا يعني خشن شويه عشان اقدر اشيل فيها الزيادات. تمام. وفي معجون بيحتاج صنفره 220 عشان يعني ما يجيش مثلا يخربش معايا المعجون. على حسب المعجون اللي قدامي انا بقدر احكم عليه ان انا صنفره بأني صنفره. تمام. ودلوقتي طبعا في مكان نازل طبعا جديد، وفي يعني فيها اجهزه للصنفره يعني هي بتطبع يعني الحوض كلها مع بعض. طيب انا عايزه اسال حضرتك على حاجه مهمه جدا. تمام. جدا يعني. تمام. دلوقتي انا مثلا الناس اللي ما بتتعاملش مع مهندس ديكور، فتيجي مثلا تجيب حد مثلا تقول انا عايزه اعمل الشقه بتاعتي دي ادهنها، فيجي النقاش بقى يحقق طموحاته في الشقه يقول له بص بقى انا هعمل لك جنب قطيفه وجنب فلاور وجنب ساده وبص هنقشهالك والسقف هخليه بيجرق وجليتر هنا لا تمام. ده طبعا مش صح جدا. هو كده بيفكر انه بيخدم العميل بقى بيعمل له اشكالات. لا هو كده ما بيخدمش العميل طبعا خالص، ولا حتى بيخدم نفسه في الشغل. تمام. اول حاجه انا بقدر اول حاجه ان انا اشوف العميل احتياجاته ايه معايا الاول في الشغل. تمام. بقدر اشوف الفرش مثلا الالوان بتاعته ايه موجوده، يعني لازم اشتري الفرنيتشر او اكون محدده. ايوه نكون مثلا محددين اللي هي الالوان بتاعته عشان اقدر بعد كده احدد انا هشتغل ازاي يعني مثلا يعني هعمل ايه. مش الناس بتدهن وترجع تقول لك اختار الفرنتشر. لو هو عدهن وبعد كده اختار الفرنتشر فانا بضطر ان انا ادهن دهان ساده مثلا اوف وايت او ابيض. تمام. او مثلا جراي فاتح جدا. تمام. بحيث ان اللون ده يمشي معاه اي فرشه هيبقى موجود. يعني يمشي معاه اي فرنتشر هيجي بعد كده. يعني مثلا ايه يعني ما يقعدنيش برده بلون. لكن لو انا هحدد الالوان اللي انا هشتغل بيها، لازم اول حاجه احدد الوان الفرش، لازم احدد الوان الستاير. تمام. لازم احدد اماكن مثلا اللي هي يعني اللي هتكون خلفيه معايا بالنسبه يعني الموضوع مش بيتم بعشوائيه كده. لا ده انا دراسه كده واقعد ادرس واشوف ايه هيليق مع ايه وادخل درجه لون مثلا. انا عايز اقول حاجه، انا بشوف مثلا ساعات انتريه
ومحطوط عليه الكوشيه او المخدات واخده من لون الستاره وواخده من لون مثلا حرف العمود، اللون بيبقى متناسب. الديكور مش دايما في الدهانات، صح؟ معظم الديكور بيبقى يا اما في الفرنتشر، في الستايل، في الاكسسوار. التوزيع بتاعه ازاي ان انا اقدر انسق الالوان بتاعتي في يعني مثلا يعني في الوحده اللي انا شغال فيها هو ده الديكور، مش ان انا اعمل فلاور واطيفه وهنا وهنا. يعني ايه كشف لمبه؟ يعني ايه كشف لمبه؟ هو مش كشف لمبه، هو اسمه ان انا بشتغل على اللمبه او ان انا مثلا ايه. معانا صوره كده هنعرضها واحنا بنتكلم عن الشغل بتاعهم وهما بيشتغلوا باللمبه. يعني دي واحده كنا احنا شغالين فيها يعني في اسكندريه وكده، تمام. كشف اللمبه دوت ان انا لو انا مثلا عندي المساحه. معانا صوره ايه؟ تمام. ديت الواحده دي يعني في اسكندريه احنا لسه مخلصين الاسبوع اللي فات، تمام. يعني احنا بنشتغل على اللمبه لان احنا عندنا الوحده اصلا كلها سبوتات، تمام. فانا لو اشتغلت من غير كشافات او من غير اللي هو البرادوس اللي انا بشتغل عليه، تمام، ممكن اجي بعد كده في الفينش لما اجي اركب السبوتات عندي كلها تبين لي كل عيوب الحوض. بس ده مش صعب ان انا اشتغل يعني جزء جزء كده باللمبه؟ طبعاً صعب. ومتعب للعين، بياخد وقت جدا، يعني بياخد وقت كبير جدا، تمام. وبياخد مجهود، ويعني مثلا بدل ما احنا هنشتغل كده عشوائي، لا انا بشتغل جنب جنب مخصص بنفسه، صنفره ودهان ومعجون كل حاجه على اللمبه عليه. صعب قوي يعني، انا شايفه الموضوع صعب. هو برضه يعني انا برضه بشتغل كده على حسب. طب وهل في عملاء بتدقق معاك على الموضوع ده تقول لك انا عايزه؟ اكيد، عشان لولا ان هم بيدقوا ما كنتش اشتغلت على اللمبه كده. في مهندسين استشاري طبعا بيستلموا مننا طبعا شغل على اللمبه. وبرضه دي حاجه كويسه جدا على فكره، يعني هي مش حاجه، يعني هي مش حاجه مثلا ايه اوفر قوي كده، هي حاجه كويسه بالنسبه ان احنا بنطلع نتيجه شغل كويسه في الاخر. لو في شروخ في الحيطه او تشققات بتعالجها ازاي؟ او تنصح مثلا حد من الناس اللي بيشاهدوك سواء بقى عميل او سواء فني تشطيب يعالجها ازاي؟ اول حاجه حضرتك الشروخ، يعني بالنسبه للشروخ ديت انواع، ما فيش يعني هو ما فيش مثلا يعني شرخ معين ليه يعني كله بيتعالجوا بحاجه واحده؟ لا، كل حاجه وليها علاج. كل حاجه وليها علاج على حسب الشرخ، تمام. في شروخات عندنا بتيجي مثلا يعني بزاويه 45 كده مثلا في الجنب، بتبقى يا اما تريح مباني يا اما مثلا يعني الحوض مثلا مطبله، تمام. وفي شروخات تانية بتبقى الفواصل ما بين الخرسانات والطوب، اللي هو الفصل ما بين العمود والقمر، ويعني مثلا وما بين المباني، تمام. اللي هو الشرخ اللي ما بين التريح بتاع اللي هو اللي ما بين الخرسانه وما بين المباني ده بينتج عن ان هو حط يعني مثلا اللي هو يعني صنايع يعني المحاره اللي كان شغال، تمام، ما حطش سلك شبك يعني هو شغال. يعني المفروض اصلا اي فاصل ما بين كمر وعواميد ومباني بيتحط سلك شبك وبعد كده ابدا ان انا امحر عليه عشان ما يجيش بعد كده نعمل معاه، تمام. دوت نوع من انواع الشروخات. في الشرخ اللي هو اللي بيجي مثلا يعني زاويه 45 يعني طبعا في الحيطه وفي اللي في الكمر او في العواميد، تمام. ليهم ناس متخصصين، لازم اجيب المتخصص هو اللي هو اللي يشوف يقدر يقول لي نتيجه يعني اللي هو العلاج يعني بتاعه هيبقى ازاي، تمام. في بقى طبعا اللي هي شروخات اللي هي الدهانات العاديه، تمام. ده طبعا بيبقى مثلا ممكن اكون عامل مثلا ترانش موزع كهرباء او عامل مثلا يعني ترانش مثلا لتاسيس تكييفات، تمام. المفروض بعد يعني مثلا بعد ما يعني ما بيخلص الترانشات ديت، تمام، بنحط برده يا اما شاش اللي هو اللي بتحط في فواصل الجبسن بورد، تمام، يا اما برده بنحط برده يعني ايه يعني سلك شبك عشان ما يجيش ينمل معانا بعد كده. طيب فكل شرخ ليه طريقه علاج معينه، مفيش طريقه علاج يعني ثابته لكل شروخ. بما انك ذكرت النقطه بتاعت الجبسن بورد، طيب انا دلوقتي يمكن دي اصعب نقطه ودايما بلاقيها على الفيسبوك، يا جماعه انا عندي جبسن بورد اهو مش عارفه اشطبه ازاي. تمام. هو اول حاجه يعني الجبسن بورد طبعا في منه الابيض وفي منه الاخضر، يعني انا قلت لحضرتك برده الكلام دوت. وفي منه اللي هو لضد الرطوبه، وفي منه كنف، نزل منه انواع كتير جدا، تمام. انا دلوقتي مثلا اوريدي، تمام، عندي المكان الشقه هي موجوده، تمام، وفيها الجبسن بورد كله. اقدر يعني ازاي اقدر ازاي طبعا اول حاجه المفروض ان انا بستلم الجبسن بورد دوت متقفل فواصل شاش ومعجون اللي هي الفواصل اللي هي يعني اللي هي الحمايات بتاعته والمسامير، تمام. ببدا انا بعد كده بقى طبعا بشتغل ايه ان احنا بنصنفر اول حاجه الفواصل دي كلها بنسويها بالسقف، تمام. وبنبدا ندهن وش سيلر اول حاجه على جبس على طول. بعد كده بنبدا ان احنا نشتغل عليه في اللي هو المعجون المخصص ليه اسمه معجون ممتاز ده، حتى يعني ده احنا كده في مرحله الابيض ما حطيناش اي افكت لسه ولا اي افكت خالص، تمام. فهو اول حاجه، اهم حاجه اصلا في الشغل التاسيس. هو معانا واحده ثانيه، تمام. هو اهم حاجه في الشغل التاسيس، تمام. هو دوت اللي بيفرق معايا طبعا يعني في اي حاجه، تمام. بعد طبعا يعني احنا ما بنسحب اللي هو سكنتين المعجون الممتاز او السافيتو، تمام. يعني احنا بنبدا طبعا نصنفر بعد كده وندي وش سيلر تاني عشان يعني طبعا يعني عشان احمي المعجون اللي انا حطيته في الاول، تمام. بعد كده يعني بنبدا طبعا ان احنا نشتغل بقى المعجون الاكليريك اللي انا هحط عليه الدهانات بتاعتي بعد كده. معجون الاكليريك دوت
في منه طبعا يعني كذا نوع، افضل انواع اللي انا بشتغل بيها اللي هو الاستوكو جوتين. تمام، طبعا يعني هو بيديني اعلانات لجوتين كتير قوي كده. تمام، هم طبعا يعني شركه كويسه جدا، ويعني بصراحه يعني الخامات بتاعتها يعني عاليه قوي يعني بجد. تمام، واشتغلت بيها كذا مره وبصراحه يعني مشرفاني في الشغل. يعني احنا طبعا يعني احنا بدأ بنسحب اللي هو الاستوكو جوتين. تمام، اول يعني اللي هي السكينه الثالثه بنبدا ان احنا نصنفر بصنفره 220 عشان ما تخربش معانا المعجون اللي احنا عملناه. تمام تمام، وبعد كده بنبدا ندي وش البطونه، يا اما بندي وش بطونه مثلا سينيتون موت على حسب يعني الجو او اللي هي العوامل الجويه معايا في المكان. تمام تمام، في رطوبه مثلا او مفيش. تمام، لو في رطوبه يعني انا بدي سينيتون موت. تمام، مفيش رطوبه ببدا ان انا ادي البطانه العاديه اللي هي الدروسات. تمام، بعد البطانه ببدا طبعا ان انا يعني مثلا القط لو في اي حاجه طبعا من المعجون. وبعد كده ببدا ان انا اصنفر تاني، وبعد كده ببدا ان انا احط طبعا وشين التشطيب. ده مواد سواء ربع لمعه هي مراحل. تمام، واهم حاجه في الشغل التاسيس. طيب هل ممكن ان انا اخلي الجبسن بورد هو لونه ابيض عادي اخليه يبقى خشبي؟ ان انا شفت ده، شفت جبسن بورد انا فكرته خشب وبعد كده فوجئت ان هو ده الايفكت اللي في الفينش. اه الايفكت بتاعي بقى ايا كان انا عايزه ايه، عايز اعمله قطيفه، عايز اعمله خشب، عايز اعمله روستيك، عايز اي. انا شفت ليه كده رولا كان بيجزدع بيها، بيعمل بيها تجزيعات الخشب. هي اصلا يعني اصلا تجزيعه كده. تمام، بس ديت ليها طريقه ثانيه طبعا في الشغل، يعني انا طبعا مش هينفع ان انا اشطبها بلاستيك. تمام، ببدا ان انا اشطب طبعا زيت اول حاجه، وبعد كده بعمل يعني انا بنعمل ارضيه نص لمعه عشان ابدا ان انا اشتغل عليها الاسبونج. تمام، بعد كده بقى طبعا يعني انا بجيب اللون اللي انا عايزه اللي هو لون الخشب اوريدي. تمام، بعد كده ببدا ان انا اشتغل بيه على طول بالتجزيعه دي عشان اقدر ان انا ادي نفس شكل الخشب بالظبط. لو انا عندي باب والباب ده نجاره خالص، خشب خالص، اشطبه ازاي؟ وايه نوع الدهانات اللي استخدمها؟ ما ببقاش عارفه مثلا اعمله فاتح قوي ولا اعمله مجزدع، وهل مثلا اللي بيشطبوا لي ده مثلا استر ولا لاكيه؟ هيبقى انت اشرح لنا اول حاجه. طبعا حضرتك احنا بنحدد يعني نوع التشطيب اللي احنا هنشطبه ايه، استر او لاكيه او دوكو او اكليريك ايا كان. تمام، ازاي ان انا بحدد مثلا ان انا هشطب ايه؟ بحدد الاول على حسب الفرش اللي عندي وعلى حسب ستايل المكان عندي. تمام، يعني سواء يعني مش شرط ان لازم النجاره استر، يعني استر لا 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 طبعا خالص. فاهم انت الطبيعه بتاعت الابواب دي. الاستر مثلا يعني في المودرن ما ينفعش استر، ما تمشيش معاه خالص، ممكن ابيض ما تمشيش مع يعني مثلا يعني مع المودرن غير مثلا بمواصفات معينه. صح، انا عندي الفرش كله بني. تمام، ويعني اوريدي يعني كله هيمشي مثلا. لا ده انت تلاقي الشقه كلها الوان والبيبان لازم من استر. لازم ما ينفعش اللاكيه طبعا مع يعني مع المودرن ومع الالوان والدوكو بيفرق كتير جدا، وهو اللي بيدي كمان روح للمكان، وهو اللي بيظهر معايا الالوان. طيب هنطلع فاصل ونرجع لكم سريعا سريعا نكمل بقيه فقرتنا. طيب معانا صور كده هنشوفها مع بعضينا، وهيكلمنا عنها مهندس احمد تيتو، يقول لنا بقى الصور دي ايه. انتظر معانا على الشاشه دلوقتي. طب نتكلم لحد ما تظهر على الشاشه. قول لنا ايه هي الدهانات. اه بص ظهرت اهي. ده كان ورا حوض كان بيتعمل في مكان عندنا في اسكندريه. ايه نصايحك لما حد يجي يلزق ورق حوض؟ نصايحي؟ اختيار المكان اللي هيتركب فيه الورق. ما يكونش يعني مثلا يعني يكون بعيد عن الميه. تمام، يكون بعيد عن الرطوبه. يعني طبعا الورق طبعا في الاول فخر هو ورق يعني، هو بيتلزق بغير ابيض وبيتلزق يعني بكل ورق، فليه عمر افتراضي يعني. هو طالما هو بعيد عن الميه. تمام، يعني متركب كويس. تمام، يعني مفيش اي حاجه عايش مع حضرتك. واهم حاجه بقى طبعا يركب ما يبقاش فيه باين فروقات ولا الكلام. اهم حاجه طبعا اللي هي الفواصل طبعا بتاعه الورق تكون طبعاً يعني طبعا متبعه مع بعض عشان الرسمه تبان كويس. معانا صوره ثانيه. وكمان الورق قبل يعني لازم يكون جاي من مكان معتمد، لان انا في ورق قبل كده طبعا جينا نركبه لان الورق طبعا مرطب. يعني في نفس المكان برضه يعني احنا كل حاجه عندنا كوبي بيست، في منها اصلي وهاي كوبي. تمام، فطبعا قعد يفك كل شويه، وبعد كده غيرناه كله بعد ما احنا مركبناه كله. طبعا شلناه كله وركبناه تاني. الصوره اللي عدت طبعا اللي هو الجنب اللي كان على الكشاف. وده ايه؟ كنا مثلا دي الرجاله في الشغل، الشباب الرجاله بتوعك. وده موقع في سموحه اللي هي الواحده اللي احنا شغالين فيها حاليا. تمام، الجنب دوت ده جنب فيوتك يعني بفكره جديده. تمام، غير اللي هو التقليدي طبعا، غير البنوهات، غير اللي افكار تعمل يعني، حبينا نعمل حاجه جديده وكويسه. الصوره اللي بعدها انت ده برده خشب. نور الشاشه يعني. والله يا باشمهندس ربنا يبارك لك والله. هو جنب الفيزيك. تمام، اللي هو يعني اللي هو الصوره اللي عدت دوت ده كان جنب كنا احنا عاملينه بالخشب. تمام، برده يعني فكره جديده.
غير برضو بقى اللي هو الديكور التقليدي اللي هو الفلاور والقطيفه والكلام ده كله. حبينا ان نعمل حاجه يعني احنا نعمل دي حاجه بقى مميزه. الصوره المفضله الى قلبي، الالوانات الحلوه الهاديه اللي ماشيه مع بعضها. بص يعني كلمنا عن الحاجات دي. مشكله هندسيه هي طبعا تعتبر دلوقتي هي اللي عامله جو. لا وتدرج شوية. الالوان، بص البيبي بلو مع التيمون مع الروز الفاتح مع اهم حاجه تنسيق الالوان، ان انا طالما الالوان كلها ماشيه مع بعض تمام هعملها باي يعني باي طريقه وبكذا شكل تمام هتبقى يعني هتطلع جميله جدا. واهم حاجه برضو ان الفرنتشر يكون ماشي معاها. طيب مش ما كنتش انا عامل مثلا الالوان دي واجيب مثلا فرنتشر بني. ايه العلاقه؟ ما فيش علاقه بينهم خالص. طيب قول لي دلوقتي ايه الافضل في الدهانات، اللمعه ولا النص لمعه ولا ربع لمعه؟ من ناحيه بقى التنظيف، انت عارف ستات البيت بتحب كده كل عيد تقوم مصبنه الحيطان ايا كانت الطبقه يعني، فاهم؟ من ناحيه يعني هو من ناحيه يعني اللي هي النظافه تمام. طبعا الدهن نص لمعه. في منه طبعا موزل، في منه بوند 2000 في سايبس تمام. في منه طبعا فروماستيك سلك، بس في ناس طبعا مش بتحب اللمعه كتير يعني. في مثلا عميل يقول لي انا يعني انا عايز برضه حوض مثلا يعني بتتغسل وكده هاديه مطفيه، بس انا مش عايز برضه اللمعه كتير تمام. فاحنا بنضطر طبعا ان احنا نجيب اللي هو فلوماستر من 7% ل 10%، نسبه اللمعه فيها يعني من 7% ل 10%، تبقى يعني بتبقى نسبه بسيطه جدا تمام. ويعني ما بتبقاش يعني اللمعه باينه فيها قوي تمام، هو بتتغسل معاها وبتتنضف وبتبقى كويسه جدا تمام. بالنسبه للمط بقى اللي هم اللي بيفضلوا المط من غير لمعه خالص تمام، فانا بجيب يعني ده المط الاكريليك بتاعه بيكون عالي عشان برضه يتحمل معانا النضافه. بس طبعا المط طبعا بيبصم مع الالوان الغوامق، فانا ما بفضلش المط في كل الشغل. صح مظبوط. هي الربع لمعه كويسه جدا وبتستحمل تمام وبتتمسح وبتتغسل، واقدر ان انا يعني انا مثلا اصلح فيها حاجه ثانيه، لكن المط في الالوان الغوامق ما بقدرش ان اعمل كده فيها. طيب معلش احنا هنخرج فاصل تاني سريعا ونرجع نكمل بقيه الحلقه بتاعتنا مع مستر مهندس احمد. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني ومعانا مهندس احمد تيتو اللي هيكلمنا بقى دلوقتي عن عيوب الدهانات. ساعات بيحصل مثلا ان الحيطه بيحصل فيها تسييل او تدميع او الحيطه تبقى حبيبيه، ازاي اقدر اعالج ده وايه اسبابه؟ اول حاجه طبعا بيبقى على يعني على حسب طبعا اللي هو العيب اللي قدامي تمام. يعني انا مثلا يعني انا كان في شقه طبعا يعني من فتره وكده تمام. يعني انا رحت طبعا عدت على شغل يعني مثلا يعني حد تاني يعني كان قبلي تمام. اشتغل بالدهان وهو لسه يعني ما تخفش اصلا ميه تمام. اشتغل بيه على الحوائط على طول تمام. فطبعا كان علاجه كان اصعب من ان هو يشتغله من الاول تمام. ان احنا عدنا كل التاسيس كله طبعا من جديد عشان طبعا يعني مثلا عشان الغي اللي هي الحبايه بتاعت الدهان تمام، واخلي يعني اللي هي الحوائط يعني نعم طبعا زي الاول ترجع تاني. فطبعا اضطرينا ان احنا نسحب الحوائط كلها تاني معجون تمام. في طبعا عيوب بتبقى طبيعية يعني مثلا زي التسهيل كده، حاجات بسيطه تمام. يعني احنا بنقدر ان احنا نعالجها على طول بالصنفره تمام وكده خلصنا. عموما انا بشكر حضرتك جدا وللاسف لضيق الوقت معانا. ان شاء الله يكون معانا حلقات قادمه نتكلم فيها بتفاصيل اكتر لان الموضوع ده عايز تفاصيل كتير. بشكركم جدا اعزائنا المشاهدين واتمنى لكم ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه مع ساره زكريا.